بكم متابعين. اليوم تم نقل نبيل القروي للمستشفى وحالته كانت حرجة للغاية بعد دخوله في إضراب جوع وحشي على ما بدر من المحكمة الجزائرية ومواجهته لحكم السجن المؤبد اللي بعد تجاوزه للحدود الجزائرية التونسية خلصة هربا من قبضة العدالة في تونس. يتم القبض عليه في الجزائر ويواجه أحكام اختيرة برش توصل حتى للمؤبد بسبب قضايا استظهرت بها المحكمة الجزائية التونسية للمحكمة الجزائرية، وبالطبع هذا بأمر رئاسي اللي وتوجهت لنبيل القروي عديد التهم وقد توصل أحكامها للمؤبد رغم تعيينه لاثنين محامي، إلا أنه ما استطاعوش إخراجه من الورطة اللي هو فيها. هذا اللي خلى نبيل القروي يدخل في إضراب جوع وحشي ويتم نقله للمستشفى بعد ما أصبحت حالته حرجة للغاية، وهذا بسبب عدم رضائه على الأحكام القاسية اللي توجهت له واللي كان فيها سبب الرئيس قيس سعيد اللي توعد بمحاسبة كل السياسيين الفاسدين في تونس وتوعدهم بشر عقاب. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنسيوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوافيوكم بكل المستجدات.